السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. فيديو آخر من تركيزات قناة خواطر الفكرية، وأنوه أنه هذه الفيديوهات اللي تنزل الساعة 4 و 4:30 تقريبا بهذه الحدود، دائما ما أعتبرها شلون هو مثل الشاي العراقي. دائما العراق يمتاز أنه بعد الأكلة الدسمة، بعد الأكلة الدسمة يشرب استكان شاي يروق به. لذلك حبيت انه انشر هذا الفيديو بعد الفيديو الاول اللي نشرته والفيديو الاساسي اللي اعتبره اكله دسمه، فيديو لطيف خفيف جدا. سيد ميثم والاخت ام هاني، الاخت ام هاني يلزم او تلزم ابو عائشه فيقع بشباك السيد ميثم الموسوي. نعم، فيديو جدا جدا مهم، جدا جدا لطيف. نستمع واياكم كيف اثبت السيد ميثم الموسوي انه لا اشبع الله بطنك هي ليست فضيلة، وهذا ما ينص عليه العقل الإنساني. العقل الإنساني ينص عندما أقول لا أشبع الله بطنك. إذن أنا أدعو عليك ولا أدعو لك. وبعدها بيّن السيد ميثم الموسوي برواية ستبين معناها إن شاء الله وسينقلها لكم، كيف دعا لأحد الصحابة أيضا بأن الله أو يدعو له بأن الله يشبع بطنه، فأي الفضيلة؟ لا أشبع الله بطنك أو أشبع الله بطنك. نتوجه إلى تمام المداخلة وبعدها نرجع إن شاء الله بالتعقيب. عمر كاذب، أبو هريرة كاذب، ابن كثير كاذب، وشوف ما يقعد اللي ضعيف وما ضعيف. هو أخذت الإقرار منه بأنهم كلياتهم عندهم أحاديث وروايات صحيحة ولا يكذبون، فيتفضل يجاوبني على هالنص اللي ربطته أنا مع الحديث. تفضل أبو عائشة. الأحاديث التي أوردتها صحيحة، لكن لا تنطبق على معاوية، لا تنطبق على معاوية لا من قريب ولا من بعيد، لأن هذا توس، ودعوة النبي معناها أن الله يفتح له الخزائن، يفتح له البركة، فأصبح معاوية مبارك. وليس معنى أنه يعرف كل سبع، هذا هو المقصود. المقصود من دعوة الرسول لا أشبع الله لما يقول كان يأكل 7 مرات باليوم. ابن كثير لما يقول كان يأكل 7 مرات الحلوى والبصل. ابن كثير تلميذ ابن تيمية، هذا تلميذ شيخ الإسلام. ما علينا، لكن نحن في الحديث واضح. اي حديث؟ عد لي الحديث يلي انا حكيته ابو عائشه، عد لي الحديث. عد لي الحديث ابو عائشه. والبركه طيب ابو عائشه، عد لي الحديث لو سمحت، عد لي الحديث. اي حديث؟ لا اشبع الله بطنه يلي انا قلت لك عليه وربطته بالنص، تفضل. يقول ان المؤمن يقول في معي واحد، يأكل في 7 أمعاء، والكافر أو المنافق يأكل في 7 أمعاء. لا ينطبق على معاوية لا من قريب ولا من بعيد. ابن كثير بنفسه عم يعترف أنه عم يأكل 7 مرات و7 أكلات مع لحم. الرسول يقول لا أشبع الله بطنه. يعني يا اختنا مهاني، يعني هذه الدعوة لمعاوية وليست عليه، صحيح؟ حينما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا اشبع الله بطنه، هذه الدعوة له، صح؟ نعم نعم، له له له. طيب تفضل تفضل. مستدرك بتعليق الذهبي، اخبرنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا معتمر بن سليمان، حدثنا الحكم بن عمرو الغفاري عن عمه رافع بن عمرو الغفاري قال، صحابي رافع بن عمرو الغفاري قال: كنت ارمي نخلا للانصار وانا غلام، فرآني النبي صلى الله عليه واله فقال: يا غلام لم ترمي النخل؟ قلت: اكل. قال: فلا ترمي النخل وكل مما يسقط في اسفلها. ثم مسح راسي وقال: اللهم اشبع بطنه. هذا النبي دعا له لو عليه لقال اللهم اشبع بطنه. طيب هذا دعا له النبي لو عليه. معاوية دعا له قال الله لا اشبع الله بطنه، وهذا قال اللهم اشبع بطنه. هذه الدعوة له لهذه الصحابي ام عليه؟ لله يدرك سيد، لله يدرك. معناه الله عز وجل
سيفتح له الخير والبركه والرزق. يا بهذا مو على الخير والبركه، على هذا الصحابي المسكين اللي ياكل رطب، قال اللهم اشبع بطنه. هذه الدعوه له ام عليه؟ له. شلون له اشبع بطنه له؟ لا اشبع الله بطنه له. كيف ترفع يا استاذ؟ هذا التناقض. حجينا سوينا يعني اشبع الله بطنه له واللهم اشبع بطنه له، شنو هذا الكلام؟ والله سيدنا هاي قويه، هاي حقيقه، هاي حقيقه قويه. لحظه لحظه حزوعد في عنا مقوله، لما الواحد بيكون بياكل حرام وبينصب كتير وعنده بيجمع مصاري من حرام، شو بيقولوا؟ بيقولوا روح الله لا يشبعك. ايه هي فقط تقال عند الانسان اللي بياكل حرام ونصاب. بارك الله بيك اختنا في شغلي بس قبل حياكم الله من جديد. واعتقد هنا عرفتوا ليش اقول هذا مثل الشاي العراقي بعد الاكل الدسمه. فيديو لطيف خفيف جدا يوضح السيد ميثم الموسوي ويمارس عادته التي دائما ما يستهويها، وهي نصب الكمائن، ان صح التعبير، الكمائن العلميه لهؤلاء الوهابيه وكبسهم. نعم، كبسهم بطريقه علميه وواضحه. ماذا تعني يا ابو عائشه بكلامك لا اشبع الله بطنك؟ يقول فتح الخزان والبركه. لا اشبع الله بطنك يا ابو عائشه على هذه الكلمه، لا اشبع الله بطنك، هذه دعوه منا لك يا ابو عائشه. يقول انه هذه مجرد خزائن وبركه. جيد جدا، جيد جدا. الصحابي معاويه دعا له رسول الله بانه لا اشبع الله بطنك، اذا ينزل عليه الرزق، ينزل عليه البركه، ينزل عليه ويعطي ابنه يزيد، يرزقه بابنه يزيد. جيد جدا. اذا هذه بركه جدا جدا عظيمه اتت لمعاويه واكتسبها معاويه. فنقول هنا هذه الروايه التي رواها السيد ميثم الموسوي او نقلها عن رافع، مثل ما جاي تشوفونها بالشاشه ايضا، عن رافع بن عمرو الغفاري، رجال صحابي ينقد على نخل الانصار. فرسول الله لما جابوا للرسول محمد صلى الله عليه واله، على اختلاف الروايات، جابوا للرسول محمد صلى الله عليه واله قال له لماذا يعني سوى هذا الفعل؟ فرسول الله محمد صلى الله عليه واله مسح على راسه ودعا له بان الله يشبع بطنك، او اللهم اشبع بطنك. فايهما الفضيله وايهما الدعاء؟ هل رسول الله محمد صلى الله عليه واله دعا للصحابي عمرو او رافع بن عمرو عندما قال اللهم اشبع بطنه، او دعا لمعاويه ابن ابي سفيان عندما قال له اللهم لا اشبع الله بطنك؟ فانتم اختاروا ايها العقلاء، انتم اختاروا. بينكم دليل واضح وصريح ومباشر انه رسول الله يدعو على معاويه، والله العلي العظيم يدعو على معاويه. فلماذا هذه المكابره منك يا باشا؟ على كل حال نرجع بفيديوهات اخرى، الى ذلك الحين انتظرونا ان شاء الله وفي امان الله.